هذا الطلب مول جدا متفوق فيه في كل العلوم في العلوم جميع الكليات اللي على تقديري كنظن انه المهندس الطالب والماستر الطالب كلهم امكانيات ماديه سنويه مرصوده له وعنده مقر خاص به وعنده واحد اختبارات في وصف التحليلات لصالح المقاولات ولصالح الباحثين. فكنظن انه كذلك عنده الحاضنه ديال المقاولات اللي فيها حاليا تقريبا 10 ديال المشاريع مقاولات في طور نضج من خلال التكوينات الموازيه اللي غادي تقدمها الابتكار للطلبه للحاملين المشاريع. فبالنسبه لي اليوم هو جزء واحد مجهود كبير يقوم به الطلبه الاساتذه والمدربين من خلال كل من وقع الطلبه وهذا الشيء كله كيدخل في اطار استراتيجيه محكمه ومضبوطه بالمعالم والركائز والاهداف وحتى من حيث التوقيت.